ابتلاء السدود هو 32%، هذه تاع ديسمبر 2022، حاليا راه 29%، هذه الاولى. ثانيا بالنسبه للوضعيه المائيه في البلاد، باش نكونوا واضحين ونصارحوا انفسنا، الوضعيه ناكد انها لا تدعو للقلق، واؤكد الشيء هذا، هذا كلام مبني على ارقام، مبني على اسس، نحب ناكد شيء، لكن لا يمنع انه تكون تذبذبات نظرا ل أقول نقص التساقط المطرية، لأنها أصبحت ظاهرة في وقت ما. كان عندنا في 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 الجزائر بصفة عامة كان عندنا المشكل المطروح رقم واحد هو نسبة الضياع تاع 30% ولا تجاوز 30%، وكان عندنا مشكل التسيير اللي مطروح بقوة. لكن اليوم مع السنوات الأخيرة، الأربع ولا خمس سنوات الأخيرة، ولا العائق رقم واحد بامتياز هو نقص التساقطات المطرية. مشروع هذا اللي عرف بعض من التأخير، إن شاء الله الأجال المفروض ينتهي فيها المشروع، إنجاز المشروع هذا، هي سبتمبر 2023. لكن أثرت نقطة مهمة، إحنا عندنا مشكل أساسي اللي هو ننجز مشاريع يعني بكامل الأهداف، نحصل على الأهداف، لكن المحافظة على هذه الاستثمارات، على هذه المكاسب. هذه من هنا جاء السؤال تاعك، واللي بالفعل عملية تلوث نتاع مياه الحراش لو كان ما يتمش تطبيق القانون. وأقول وأؤكد بأن القانون واضح، الهدف والاستراتيجية نتاعنا هو تطبيق القانون، السهر على التطبيق الحرفي للقانون بمعية وزارة البيئة اللي رانا اتصلنا بهم وتكلمنا معهم، العمل المستمر من أجل أنه الإنسان كيدير استثمار لازم يخمم على الجانب، ولازم يفكر في الجانب البيئي. انت كي دير الاستثمار تاعك عندك ربح، لكن القانون ألزمك، الدولة الجزائرية ألزماتك باش تدير محطات نتاع تصفية أولية، من أجل أنه كي تكون المصبات نتاع المياه ولا نتاع الاستثمار تاعك في الوديان في واد الحراش تكون كي تكون كاينه معالجه اوليه ما تكونش مضره، يعني كي تروح لمحطه التصفيه تتم المعالجه. لكن للاسف هناك بعض المستثمرين استجابوا، وكاين بعض المستثمرين للاسف الشديد لم يستجيبوا. احنا راح نسهر ونطالب وناكد، وهذه مهمتنا مع وزاره البيئه، باش نطبقوا القانون بحذافره، اقول بحذافره، الناس كلها لازمها تلتزم بالقانون، ولازم كي اكيد الردعيه، إذا كان ما إنسان ما طبقش القانون، القانون علاش دار؟ الإجراءات الردعية تطبق لا أكثر ولا أقل.